أعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد 164 شخصا وإصابة 200 آخرين في 19 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال ضد العائلات في القطاع. أضافت السلطات الصحية أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وبهذا ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28,340 شهيدا و 67,984 مصابة، وذلك منذ 7 من أكتوبر الماضي.